تعالوا نشوف مع بعض ان هاوس عن كاتب كبير جدا من كتابنا الكبار، واحد من اهم المهتمين بطبيعه المراه، وشاف انه بجد الست دي لازم تتقدر، وحقيقي اشتهر بارائه المشاكسه للمراه احيانا رغم حبه واحترامه وتقديره ليها بشكل كبير جدا. اكيد عرفتوا انا بتكلم عن مين، بتكلم عن الكاتب الكبير انيس منصور. تعالوا نشوف كده مع بعض ان هاوس عن الكاتب الكبير انيس منصور ونرجع لكم على طول. هناك طريقتان لمناقشة المرأة كلتاهما بلا نتيجة. تعتبر هذه الجملة من أشهر جمل الكاتب أنيس منصور. اشتهر الأديب بكتاباته عن المرأة، وحاول من خلال أعماله الأدبية أن يوضح التناقضات داخل نفسيتها. من أبرز تلك الكتب كتاب 2-2، وهو مجموعة من قصص الثنائيات التي تدور حول العلاقة بين الرجل والمرأة، ورواية إلا فاطمة التي تدور حول العلاقات الإنسانية، فتحكي قصة شاب هاجر إلى النمسا والتقى من خلال الأحداث بفاطمة وهي نمساوية الجنسية وتكبره سناً، وتدور قصة حب بينهما. ثم كتاب مذكرات شابة غاضبة، ويتناول الكتاب المرأة في مرحلة التكوين ونفسية المرأة وهي تواجه الحياة وتصطدم بالحقائق، كما يستعرض قصصاً وحكايات عن المرأة من الواقع، ويقدم شخصيات مختلفة في رحلة لمحاولة فهم المرأة. لم تكن تلك الكتب فقط التي عبر فيها الكاتب عن المرأة، فجاء تجسيد السينما والدراما لأعماله الأدبية أكثر تعبيراً. ظهر ذلك في مسلسل غاضبون وغاضبات، حيث تطرق الكاتب من خلال المسلسل إلى نفسية وشخصية المرأة في حلقات منفصلة تتناول أهم المشاكل التي تواجه الرجل والمرأة في العلاقات. أنا ما عنديش حاجة أقر بيها، وحتى لو عندي لما تبقى تتكلم بأسلوب زي بقية البني آدمين. اسمعي يا بت، أنا راجل البيت، وطول ما أنا بصرف عليكي من حقي أعرف عنك كل حاجة. أيضاً مسلسل من الذي لا يحب فاطمة، والتحول الذي عاشته البطلة بمجرد وقوعها في الحب. رحلة طويلة من خلال كتابات وأعمال أدبية أبدع فيها الراحل الأديب أنيس منصور في محاولة بحث داخل نفسية المرأة.